ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العقرب ليوم الاربعاء 26 يناير كانون الثاني 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، ممكن تضطر انك تعود لمرحلة الاولى. مع بعض الأحداث اليوم بيكمن سبب بعض الحوادث المؤسفة في الجدور، وهتضطر لسمعتك، هتتضرر النهاردة في عيون اللي حواليك كتير بسبب الوضع ده. من الضروري جدا انك تكون متحفظ وحذر في نهجك علشان ما يحاولش الناس انهم يكونوا عائق في سعيك لليوم. بالنسبة ليك عاطفيا، اليوم ده هيكون مناسب بشكل خاص للشغف، ولو كنت بتعيق نفسك في الأيام القليلة الماضية وهتحاول أنك تتعامل مع علاقتك الرومانسية بدرجة من الاعتدال، اليوم هتدرك أنه لم يكن كافي. بدلا من ده، امنح طبيعتك العاطفية وشاهد حبك بيزدهر، وهيتفاجئ شريكك لكنه هيستجيب قريبا بحماس ليك. بالنسبة ليك مهنيا، فرصة عمل رائعة جدا في انتظارك اليوم. حاول انك تفكر كويس، ولو كان كل ده بيناسبك جيدا فهتقوم باجراء تحول في حياتك المهنية، وهيترك احد زملائك الوظيفة، وممكن تساعد شخص اخر في انه يسد الفجوة دي من خلال تزكية الشخص ده. على الرغم من انك ممكن ما تكون بتدرك انك آرائك بتحظى باحترام كبير، وهتتحسن الموارد المالية حيث هترتفع راتبك بغض النظر عن مكان وجودك. بالنسبة ليك صحيا اليوم يا عقرب، صحتك تنتبه ليها كتير علشان هتحتاج لمراجعة نظامك الغذائي ودمج وجبات صحية فيه. اشرب الكتير من المياه علشان تتحكم في ضغط الدم، وحاول انك تعالج علاقاتك الشخصية لاحقا، حيث هيبدو انك بتعيقها اكتر بالاضافة لامراض الجهاز الهضمي. ريح نفسك عقليا وتوقف عن انك تفكر في اشياء تانية اليوم. بالنسبة ليك يا برج العقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. لا تصاب بخيبة امل كبيرة مع سير مجريات الامور اليوم، فعلى الرغم من ان خططك اليوم فانك مش هتتمكن من انك تنجز الكثير. قاوم الرغبة في انك تلوم الاخرين ولو صارت الامور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية هتصيبك بخيبة الامل. وعلى اي حال اليوم ما تيأسش، والتوقعات دي ممكن انك تستغل الفرصة لانك لا تزال معرض معروضة. بدلا من انك تنفذ كل شيء بالقوة، واجه الاشياء بشيء من التواضع. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر، هتواجه اوقات اليوم بعض المواقف اللي هتختبرك لاقصى حد، ومن المهم انك ما تفقدش الثقة في قدراتك وانك تمتلك القدرة على انك تغيرها في الظروف دي. ولو كنت بتواجه مشكلة في العمل كذلك، حاول انك ما تفقدش السيطرة واكتشف افضل طريقة عشان توصل لحل المشكلات القائمة دي. فالمشكلات بتوضع امامنا بحيث نتعلم منها، ويمكننا استخدام الاوقات دي الصعبة ايجابيا علشان نحسن مهاراتنا. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر، يجب انك تستعد لمواجهة مشكلات جديدة. فالامور ليست جيدة في مكان العمل، وانت مش هتعرف تنجز سوى القليل، فما تجعلش ده يخيفك. في المرحلة دي هتأتي وتذهب في حياتك الخاصة، وانت هتكون بحاجة انك تدفع لدافع جديد، فانت هتشعر ان العلاقات مع من حولك هتفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئا غير تقليدي اليوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيجذبنا القمر في برج العقرب طول اليوم ده لتجارب تحويلية ومثيرة وعاطفيا. هنكون مهتمين باكتشاف حقائق ودوافع أعمق، وهنكون أكثر انتباها وإدراكا لما ننظر للطبقات المتعددة للمواقف اليوم. وإننا ممكن نتواصل مع ميكرون اليوم، بيقترح برنامج المعلومات أو الأشخاص الذين بيشجعونا على النمو أو التحسن، أو حتى إننا نمضي قدما في حياتنا. ربما نتطلع على الماضي بحثا عن هذه الاتصالات قبل المضي قدما. كده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.